للمزيد ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ دكتور يوسف عسيري، وهو رئيس جامعة الطائف وأمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا في اليوم. صباح الخيرات دكتور. صباح النور والسرور، وشكرا لكم تواجدكم معنا قناة الإخبارية، وهذا ليس مستغرب عليكم، فأنتم يعني متواجدون في كل وقت وحين. الله يحييك دكتور، يعني لا حلاوة في الحديث اليوم عن موضوع أكثر من موضوع الشعر العربي. نتحدث عن إقامة المؤتمر الأول للشعر العربي، هذا المؤتمر الأول على المستوى المحلي والعالمي، والحديث عن الشعر العربي حديث عن المعرفة، عن العلم، عن الفن، عن الروح، عن العبقرية أيضا. دكتور أعطينا حديث حول هذه الأهمية لهذا المؤتمر. نعم، هو يعد هذا أول مؤتمر علمي حقيقة يقف على أبرز المشكلات العروضية في علم العروض. طبعا نقف على الـ على الـ على على معرفة علوم العروض، ندرسها، نحللها، نرصد أيضا حركة التجديد في عروض الشعر العربي. وأيضا من أهداف المؤتمر أن يوظف التقنية الحديثة في تعلم العروض العربية معنا في وحدة من المحاور، مهندسين وناس متخصصين في علم المعلومات والكمبيوتر. وقد نطلع بتوصية أنه يكون عندنا برنامج بحيث المبتدئ يضع بيت الشعر ويوزنه، عظيم. البرنامج عن طريق الذكاء الاصطناعي يقول ترى يعني وزنك جيد أو ما هو جيد. وهذا يمكن شيء جديد لم يعمل في أي مكان في العالم العربي. يمكن هنا حتكون الازدواجية ما بين العلم وما بين الشعر، الشعر التقليدي اللي متعارف عليه أنه دائما ينبع من داخل الفنان والحس الفني مع ربطه بالذكاء الاصطناعي والعلم. لكن يعني يمكن أيضا عشان نوصل لهذه النتيجة لابد من وجود دعم كبير، ودائما نشوف أنه هناك دعم كبير من القيادة للشعر، للثقافة التاريخية أو الثقافية للمملكة العربية السعودية، وأيضا يعني تصديرها للخارج عشان نعكس الصورة الصحيحة عن المملكة. نعم، خليني بس أقول لكم شغلة، ترى الشعر لا يمكن أن يدرس مثله مثل علوم أخرى. أنا صيدلي في الأصل، لكني مثلا ترى من هواة الشعر وأتذوق الشعر، ولذلك عندما يعني تنظر إلى علوم الشعر والعلوم مرادفة لها، لا يمكن الإنسان أن يصبح شاعر إلا إذا كان نواه، إذا كان لديه نواه. أتفق معك جدا. ثم هذه علم العروض، أيوة علم العروض، الدورات هي تحسن من أداء، فيبدأ حياته كشاعر في مرحلة الثانوية أو قبلها، وبعد ذلك يأخذ دورات، يتعلم علم العروض. نعم. يدخل في الذكاء الاصطناعي الآن، عندما يبلغ مثلا منتهى بنهاية الجامعة يكون شاعر، يرصد له يعني أو يشار إليه بالبناء. ولذلك إحنا نعم هناك اهتمام من القيادة للشأن الثقافي، اهتمام أيضا بإقامة محافل لتعزيز الثقافة الشعرية، ولا غر أن يكون ذلك في الطائف، فيها سوق عكاظ. الطائف كبير بثقافته حقيقة، لدينا من أنشطة الجمعية أو الأكاديمية أو شرفة الشعر، لدينا عدد من الطلاب وطالبات الجامعة مبدعين حقيقة، والهدف من هذه الأكاديمية أنها تنمي هذه الموهبة وتصقلها. طبعا إحنا عندنا يعني أعمال كثيرة حقيقة. يعني حول الأعمال الكثيرة دكتور، أنت بحديثك عما سيخرج من هذا المؤتمر والحديث عن وجود هذا البرنامج، لأنه نعرف أنه علم الشعر الوزن والقافية عادة ما تكتسب في الدائرات الشعرية الضيقة، الاجتماعات بالسمع وأيضا التعلم والمعلومة، يمكن الآن أيضا مع ظروف الجائحة قلت مثل هذه التجمعات. وأنت ذكرت أن نواة الشاعر تحتاج إلى الخبرة أيضا لأن تصقل وأن يكون هذا النتاج حاضرا بشكله المكتمل، والآن يأتي هذا البرنامج الذي يتوافق مع الظروف الآنية. أهمية فعلا يكون عندنا هذا الحراك، هذا المؤتمر الذي يبحث عن هذه التحديات وبالتالي يدعم النواة لداخل الشعراء داخل هذه الأرض، لأنه هذه الأرض خرجت العديد من الشعراء. فبالتالي دكتور أعتقد أنه أكبر تحدي يواجهنا أنه نحرم من موهبة شعرية عظيمة لأنها لا تجد هذا الدعم وهذا الصقل. نعم، ولذلك أخذت على عاتقها أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف أن أول شيء عملت جائزة لسمو الأمير عبدالله الفيصل، وهي في استعدادها للموسم الرابع،
أطلقنا أيضا الموسم الثاني لمسابقة الأمير عبد الله الفيصل للطلبة، طلبة الجامعات وطلبة الثانويات. بدأنا في مشروع ترجمة الشعر السعودي، بدأنا في ملتقى الشعر السعودي، وفي عملنا تقرير لحالة الشعر العربي. كل هذه في وجود الجائحة، كل هذه الفعاليات هي التي الآن تثري هذه الشعار الموجودين لدينا، وإن شاء الله إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تزور الغمة اللهم في العام الدراسي القادم، ونبدأ نعقد دورات. ولكن بدأنا في عقد دورات افتراضية عن علم العروض لطلبتنا في جامعة الطائف، وكانت مفتوحة لكل الطلاب الجامعات، بحيث أنه ما ننقطع أثناء الجائحة عن تنمية المواهب الشابة. نعم، يعني دكتور يوسف، كان لجميع حق لجميع طلاب الجامعة أن يحضروا هذه الدورات. ما هو مخرجات هذه الدورات التدريبية؟ هل شاهدتم يعني تغيير أو تطور؟ نعم، لاحظنا هذا عندما تقدم عندنا، لدينا في حفل التخرج الآن وحيكون افتراضي في جامعة الطائف، نبغى نعمل أوبري، فلاحظنا أنه عدد كبير تقدموا من طلبة الجامعة بكتابة الأوبري. ما كان هذا مثلا العام وولت العام، فلاحظنا أنه فعلا الأكاديمية آتت ثمارها وأكلها، وأيضا حضور الندوات، يعني يحضر ساعات 1000 طالب وطالبة يحضروا في أمسية شعرية من الساعة 8 إلى الساعة 10 افتراضيا، نتكلم فيه عن الخليل بن أحمد وعلم العروض وكذا. ترى هذا عدد ليس ببسيط، وتحصل مداخلات من الطلاب طالبة. لما نتكلم دكتور عن عبقرية الشعر، في أشياء لا تفهم، يعني أحيانا في بعض المناطق داخل المملكة يشتهر أنه يكثر فيهم الشعراء وكأنهم يرثون الشعر دكتور، أحيانا في بعض العوائل وغيرها. أيضا أهمية هذا الجانب في لدى الأكاديمية في اكتشاف بيئات الشعر وأيضا محاولة دعمها بشكل أكبر، أتحدث من الجوانب الأكاديمية. طيب، أنا يعني تشرفت أني أصبحت رئيس جامعة الطائف لي الآن 8 شهور. أنا لاحظت هذا في الطائف هنا موجود، ولذلك أنا أقول يمكن هذا له علاقة بالجينات. أنا كشخص تخصص في علوم الأدوية، أنا أقول ترى الشعراء لها علاقة، الشعر له علاقة بالجينات. أنا وصلت إلى هذه الحقيقة عندما أتيت ورأيت فعلا في الطلاب عندنا هنا في الجامعة وفي الثانويات أيضا في منطقة الطائف، لديهم يعني شغف كبير بالشعر، ولديهم أيضا ملكة لم أجدها مثلا في بعض المناطق. لديهم ملكة فعلا، وأيقنت أنه يعني فعلا لها علاقة بالجينات، لكن هذه الملكة يجب أن تسقل وتنمى. وأنا سعيد جدا أنه الأكاديمية موجودة في جامعة الطائف، لأنه قدرنا نعمل بعض الدورات اللي ننمي فيها هذه الملكات، وفعلا وجدت عدد كبير من الطلاب والطالبات لديهم ملكة بس ينقصها الصقل فقط. ولذلك تجدهم يعني يعمل قصيدة من 6 أو 7 أبيات، ولكن يحتاج لديه المزيد، لكن يقف. هنا تأتي دور الأكاديمية في رعاية هؤلاء الشباب والشابات وإعطائهم دورات، وإحنا مقبلين على الصيف أيضا، والصيف سوف نعقد عدد كبير من الدورات لطلاب وطالبات الجامعة. لكني أرى أنه فعلا يعني هناك علاقة ما بين الجينات والشعر.